شارك وزير الداخليه محمود توفيق في اجتماعات الدوره الحاديه والاربعين لمجلس وزراء الداخليه العرب التي انطلقت فعالياتها بالعاصمه التونسيه وتهدف لتبادل الخبرات وتفعيل العمل الامني العربي المشترك بما يعود بالاستقرار على الشعوب العربيه انطلقت بالعاصمه التونسيه فعاليات اجتماعات الدوره الواحده والاربعين لمجلس وزراء الداخليه العرب بمشاركه السيد محمود توفيق وزير الداخليه حيث تاتي المشاركه المصريه من منطلق الحرص على دعم العمل الامني العربي المشترك في كافه جوانبه وفقا لما اكده وزير الداخليه في كلمته امام الاجتماعات نجتمع اليوم لمواصلة مسيرة التعاون الأمني العربي، تجمعنا العديد من القواسم المشتركة وتطلعات المستقبل في ظل اضطرابات تموج بها المنطقة، تلقي بظلالها على مناخ الاستقرار الأمني، وتفرض تحديات متصاعدة أمام مؤسساتنا الأمنية، مما يزيد من أهمية استمرار جهودنا لتحقيق التكامل والتقارب في الفكر الأمني، عبر تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز اليات التصدي للجريمه بمختلف صورها لترسيخ دعائم الامن والاستقرار ببلادنا العربيه. واشار الوزير الى مخاطر الارهاب باعتباره التحدي الرئيسي والخطر الاكبر محليا واقليميا في ضوء مساعي التنظيمات الارهابيه لاعاده تمركزها وتنظيم صفوفها لنشر الفوضى. ومحاولات استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب عناصر جديده للقيام باعمال عدائيه، وأشاد في هذا الصدد بالنجاحات الامنيه في تقويض حركه التنظيمات الارهابيه وتفكيك هياكلها وتجفيف منابع تمويلها، مؤكدا على الموقف المصري الداعم للاستقرار العربي. وهنا تؤكد مصر على موقفها الثابت الداعم للاستقرار العربي والاقليمي والحفاظ على مفهوم الدوله والتعاون الفعال على المستوى الثنائي وعبر آليات مجلسنا الموقر للتعامل مع معطيات واقعنا الاقليمي المضطرب والذي يفرض أهمية تفعيل آليات الفريق العربي المعني برصد وتحليل التهديدات الإرهابية وبلورة الرؤى المشتركة لمواجهتها. واستعرض وزير الداخلية مخاطر الجريمة المنظمة وسبل مواجهتها وفي مقدمتها جرائم المخدرات وتهريب الأسلحة والذخائر والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. واقترانها بجرائم غسل الاموال، وأشاد هنا بالتعاون المصري العربي لإجهاض مخططات التهريب وملاحقة العصابات الضالعة في هذه الأنشطة، ومنع استفادتهم من الأموال المتحصلة من جرائمهم، أو توجيهها لصالح أنشطة غير مشروعة. وتطرق وزير الداخلية في كلمته إلى الجرائم الإلكترونية في ظل تصاعد أنماطها، ومحاولات توظيف الذكاء الاصطناعي في الأنشطة غير المشروعة. مشيرا إلى أهمية التعاون العربي في مجال الأمن السبراني وتبادل الخبرات وإسقال المهارات في هذا المجال كما استعرض الوزير في كلمته محاور خطط وزارة الداخلية لتحقيق الاستقرار ودعم العمل الأمني العربي المشترك ارتكزت محاور خطط وزارة الداخلية المصرية في تحقيق رسالة الأمن على عدة ثوابت يأتي ضمن أولوياتها الارتقاء بمعايير حقوق الإنسان وتطوير مفهوم العدالة الإصلاحية عبر إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل كبديل للسجون التقليدية. قد حققت التجربة بعد عامين من تطبيقها أثراً نوعياً في تقويم سلوك النزلاء وتنمية مهاراتهم المهنية والحرفية وزيادة معدلات إعادة اندماجهم في المجتمع عقب الإفراج عنه. انطلاقاً من مبدأ التعاون الأمني العربي المشترك، وعبر آليات مجلس وزراء الداخلية العرب من المقرر استضافة مصر مؤتمر رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدول العربية في شهر مايو قادم لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة لدولنا العربية في هذا المجال وبما يسهم في تطوير المؤسسات العقابية لتحقيق مستهدفاتها في حماية أمن مجتمعاتنا كما أعلن وزير الداخلية عن استضافة الوزارة المؤتمر العاشر للمسؤولين عن حقوق الانسان بوزارات الداخلية العربية سبتمبر القادم فضلا عن قيام الوزارة بتقديم 81 منحة تدريبية خلال العام الحالي بكليتي الشرطة والدراسات العليا للكوادر الامنية العربية في اطار تعزيز التعاون الامني التدريبي وهكذا تؤكد مصر دائما من خلال هذه المشاركات العربيه حرصها على تفعيل العمل الامني العربي المشترك الذي ينعكس على استقرار وامن الشعوب العربيه